مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم أبناء بلاد النهرين. مقتل ما يقرب من 400 من الأطباء بعد 2003، هجرة ما يقرب من 10,000 من مجموع 23,000 طبيب غادروا إلى خارج العراق. حاجة الفعلية للعراق من الأطباء تقارب 100,000، مع قلة المستشفيات بالقياس إلى عدد السكان، مع انتشار الأمراض بالقياس للحاجة للدواء، ورغم كل ذلك ما زال الأطباء يتعرضون لعمليات القتل والاعتداء الممنهج أحيانا، ولا ندري ماذا نسميه أحيانا أخرى. وصل الأمر في نهاية مطافه الآن إلى عمليات قتل توصف بالبشعة باستخدام السكاكين و الفؤوس لقتل هؤلاء الأطباء. ما هي الأسباب وراء ذلك؟ البعض يشكك أن هذه القصة ظهرت بعد تحرير الموصل. هل الأمر قضية سياسية؟ هل هو عملية قتل ممنهج؟ ومع ذلك في ضمن فقرات قانون الأطباء تتحدث عن ضرورة استخدام الأطباء والكفاءات الطبية من الخارج. كيف يمكن استخدام هذه الكوادر في بيئة طاردة لوجود مثل هذه الطاقات في العراق؟ يعلق أحد المشاهدين. أسئلة كثيرة سنحاول أن نطرحها في حلقة هذا اليوم المخصصة للحديث عن اغتيال الأطباء في العراق منذ 2005 وحتى هذه اللحظة، بالإضافة للاعتداءات والمشاكل العشائرية التي تواجه الأطباء في المستشفيات. ضيوف حلقة هذا اليوم الدكتور جاسم لطيف مدير صحة الكرخ، مرحبا بك دكتور. والدكتور عبد الأمير محسن نقيب الأطباء العراقيين، مرحبا بك دكتور. ومن الاستوديو الآخر الدكتور جاسم العزاوي الناشط والطبيب، مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. قبل أن نبدأ الحلقة لنشاهد هذا التقرير الذي أعدته أسرة البرنامج. المشكلة لا تزال قائمة، فلا حلول ناجعة لظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية في مستشفيات بغداد التي سجلت أكثر من 12 حالة اعتداء، بينها طالت أطباء الاختصاص خلال الشهر الجاري حسب المرصد الصحي للاعتداءات الطبية، الذي أكد أن آخر حالة اعتداء سجلت بحق الطبيب المتقاعد سليم عبد الحمزة بعد طعنه بآلة حادة. ويعزو مسؤولون في وزارة الصحة سبب الاغتيالات والاعتداءات التي تطال الكوادر الطبية إلى التحريض الممنهج بحقهم من قبل جهات مختلفة. ذات كوادر اللي عندنا من كوادر صحية، يعني أطباء وممرضين وحتى إداريين، هو السبع المفترض. نتيجة شنو راح تصير بعد سنة أو سنتين على هالحال، وإحنا كل يومية يا أما نفقد واحد أو يترك عيادته يترك عمل، النتيجة شنو بعد سنة سنتين؟ راح يفرغ البلد من الأطباء والكوادر، شلون راح تمشي الأمور؟ ما أعرف. هجرة ما لا يقل عن 10,000 طبيب ومن أصحاب المهن الطبية جراء التهديدات وصعوبات العيش خلال عقدين حسب إحصائيات غير رسمية أعلنت مؤخرا، وهو رقم صادم بالنسبة للمتخصصين إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار عدد سنوات الدراسة والكلف المادية لتخريج طبيب واحد. وهي أطباء يحاولون يهاجرون ويطلعون لأن أكو أبواب عمل لهم بالخارج، على مستوى أخصائيين، على مستوى مقيمين أقدميين، مقيمين دوريين. فتشوفين هذا تفريغ للبلد من هاي الطاقات الشابة. الدولة شقد تبذل جهد، شقد تبذل أموال حتى تطلع طبيب واحد. يعني الطبيب الواحد لازم يدرس كل هاي السنين 16 سنة، يضاف إلى 4 سنين 20 سنة، كل هذه يدرسها وكلها أموال طائلة، وبالأخير نتيجة فد عملية تافهة وإجرامية الطبيب اضطر ياخذ عائلته ويطلع يهاجر خارج العراق. مواطنون استنكروا الاستهداف المتكرر للكوادر الطبية التي قد تؤدي إلى إفراغ البلد من الاختصاصات النادرة. استنكروا بشدة الاعتداء على شريحة الأطباء، وهاي الشريحة يعني بصعوبة حاليا بوضعنا الحالي أنه لازم احنا نحافظ عليهم، هم جايين لخدمتنا، يعني ما يجوز انه التجاوز عليهم، هم يعني فشيء ثمين. استهداف الكوادر الطبية يتسبب في خسارة ملايين الدولارات التي تصرف على اعداد الاطباء خلال سن دراستهم، فضلا عن الحاجة الى استقدام كوادر طبية اجنبية. من بغداد خمال الكاتب، الحرة.
مرحبا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. دكتور جاسم، انت متعرض للتهديدات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا استاذ فلاح. انا وعائلتي متعرض للتهديد. انا قبل اشهر تعرضت داري الى قنبله يدويه، وفي احد الايام خلوا عبوه للسياره اللي بها زوجتي والسائق انقصت رجله وايده، وقبلها سطو مسلح من 5 اشخاص. هذا بس على بيتي. اما التهديدات بالرسائل بالغيره هذه كثيره. المعاون مالتي تعرض قبل مده الى تهديد، مدير قسم التفتيش تعرض الى تهديد، مدير قسم الامور الاداريه، طبيب في قسم التفتيش، مدير مستشفى الفرات، مدير مستشفى المحموديه، مدير مركز تخصص الاسنان في المحموديه، وكثير من الاطباء. قبل يومين ثلاثه طبيب اختصاصي في مدينه الامام الكاظمين ايضا تهدد عن طريق الهاتف وطلبوا من عنده فديه. وطبعا والغير معلن، هذا اللي سمعوه بالاعلام، لكن الغير معلن هو اضعاف، ويكاد يكون لا يمر يوم اذا ما كان هناك فصل عشائري بسبب تهديد احد الاطباء. وهذا الطبيب خطا يروح يلجا الى عشيرته ويروح يرضى ذيك العشيره بسبب التهديد، ويريد يستر على نفسه وعلى عائلته. طيب دكتور، اريد اسالك، يعني هسه مثلا قد يفسر انه الاعتداء على طبيب في عياده، يقولون هسه هذا يحصل فلوس ويقتلوه، لكن بعض الاطباء يعني يشتغل بمستشفى ياخذ بس راتب. شلون تفسرون انتم بيناتكم في دوائركم كاطباء، شلون تفسرون هذه فكره الاعتداءات المتواصله عليكم؟ والله هي يعني هي الاسباب كثيره. اولا هي يعني هسه لازم يكون تحقيق دقيق، ربما اكو جهات حتى من خارج العراق و يعني القضية ممنهجة ومرتبة، وأيضا أكو قضايا يعني جنائية لأشخاص عصابات الجريمة المنظمة، وبعض الأحيان فعلا هو لغرض الابتزاز، هو يعرف أنه هذا ما دام طبيب، سواء عنده عيادة ما عنده عيادة، أموره زينة ما أموره مو زينة، هذا طبيب، والطبيب حلقة ضعيفة حقيقة بالمجتمع. عادة أنه الطبيب ما يريد مشاكل، حتى إذا تعرض إلى تهديد بسيط يريد يستر على نفسه وعلى عائلته بأسرع وقت ويحلها وياهم. فهم يفكرون بهالشكل هذا. يقول لك أنه قد يكون أنه بعض العناوين الأخرى ما يسكت، يبدي يقاومهم بطريقة أو آخر، لكنه الطبيب قد يكون أنه لين لا حول إلا ولا قوة، ويريد يستر على نفسه وعائلته وباب رزقه، فيعني يستجيب لهم في اكثر الاحيان. طيب دكتور، انتم يعني كنقابه اطباء، انتم شلون تفسرون هاي قضيه الاعتداء، وشنو اللي دا تسووه يعني بالمقابل؟ تحيه لحضرتك استاذ فلاح، وتحيه لضيوفك دكتور جاسم ودكتور جاسم العزاوي. حقيقه المواطن ينظر للطبيب كانه هو وزاره الصحه، هو المسؤول على كل الخدمات الصحيه، وهذا مو صحيح. انا احب اوضح نقطه مهمه. احنا اليوم معظم المشاكل اللي تصير هي مع الاطباء حديثي التخرج بالطوارئ وبالردهات، كثير من الاعتداءات، اعتداءات لفظيه جسديه الى تهديد عشائري. الحقيقه تعرف حضرتك بعد 2003 لحد هسه يعني من بنت مستشفيات بالعدد الكافي. الخدمات الصحيه ما تطورت بالعراق، يعني اكو نقص كبير بالخدمات الصحيه. فالمواطن كل النقمه مالته يذبها بالطبيب، باعتبار الطبيب هو يمثل عنوان وزارة الصحة، وهذا مو صحيح. الطبيب يعني احنا موظفين بالتالي بالدائرة، موظفين في وزارة الصحة. إذا ما يتوفر المستلزمات اللازمة للعمل، إذا ما تتوفر الظروف الجيدة للعمل، الطبيب شلون يقدم خدمة؟ يعني على سبيل المثال طبيب يقعد بالطوارئ يطوع 20 فيلم أشعة مثلا، يقول هذا دبر حالك بها، أو عدد معين يعني كميه معينه من الادويه. اذا راح يراجع مراجع يجي بالطوارئ، فعدد هائل، يجيب احيانا فوق ال 250 مراجع او اكثر. شو راح يمشي امره؟ من يجي مراجع يقول له ماكو اشعه، ماكو دواء معين، روح اشتري من برا، راح النقمه كلها تصير براس الطبيب. هذا اولا. والسبب الثاني حقيقه هو اكو فد يعني شيء ممنهج لهجرة الكفاءات بشكل عام، يعني هجرة الأطباء، مو بس الأطباء، احنا مؤشر لحظة. يعني عندكم منهجية هذا الأمر بالضبط. احنا عندنا من 2003 لحتى هسه الكثير يعني عناوين معينة من الأطباء يستهدفون، اختصاصات معينة، أسماء لامعة بالطب يهددون، وأحيانا يتصلون ب لك كذا فترة، يعني لك أسبوع، لك 48 ساعة تغادر البلد. هذه يعني في فترات سابقة حقيقة حدثت كثيرا، ونعتقد انه اكو فد خطه ممنهجه لتفريغ البلد من الطاقات، وضرب الامن الصحي وضرب الامن الوطني للبلد.
فهي هناك أسباب عديدة، إضافة إلى أنه حقيقة بفترة الأخيرة لاحظنا كثير من مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية هناك أيضا هجمة ممنهجة ضد الأطباء والكوادر الصحية. احنا ما نتحمل، يعني احنا بالتالي احنا موظفين ما نتحمل كل النقص اللي يصير في وزارة الصحة، فكل هذا تحمل براس الطبيب المسكين. الطبيب قد الناس كثير من الناس يصورون انه هو غني، يعني بس اريد اوضح كثير من الاطباء الحديثين التخرج المقيمين والمقيمين الاقدمين راتبهم ما يتجاوز 800,000 900,000، في حين انه واللي داوم يعني المقيم، بس حضرتك يعني اللي تعرفه المقيم يسمح له عنده يومين كل اسبوعين، عنده يومين يمكن الاستاذ شاسب يوافقني، المقيم مطلوب من عنده تواجد 24 ساعة بالمستشفى، يعني حتى ما يقدر يشتغل اي شغله اخرى، فشلون يعيش؟ يعني هواي من عندهم هسه اعرف دكتور جاسب، ايضا دكتور جاسب يوافقني، واحنا ايضا توسطنا من نقاط الصيدلي يشتغلون مندوبين، بعد يعني احيانا عندهم من ساعه يروح مندوب على مود يحصل ايش كم فلس حتى يعيش بها، فمو رواتبهم قويه. الشرطي يمكن الاف بي اس راتبه 1.5 مليون، واللي داوم يوم ويومين يقعد بالبيت، فاللي امورهم زينه يمكن عدد قليل من الاطباء اللي مشهورين واللي هم عياداتهم تشتغل، فمو صحيح. يعني كل الاشياء اللي تثار ضدهم معظمها هي مو صحيحه. ولذلك انا احس يعني احنا نحس الطبيب مظلوم في بلدنا. طيب وانت يعني بدقيقه قبل ما انتقل للدكتور جاسم، يعني انتم ايش تسوون؟ يعني احنا تعرف حضرتك احنا مو جهه تنفيذيه، ما عندنا يعني قوه مسلحه حتى، بس النقابه دافع غير، فاحنا هو يعني احنا صوتنا يعلى من الوجع ومن الالم، يعني نريد نسمع صوتنا للجهات الحكوميه للجهات التنفيذيه انه يابا طبق القانون. احنا حقيقه ما نريد نميز الطبيب عن الباقيين، بس نريد انه القانون يطبق على كل الناس سواسيه، الدولة مسؤولة تحمي المواطن، كل المواطنين سواسية، وحتى الحيوان مسؤول الدولة تحمي. فاحنا حقيقة يعني حالنا حال يعني حتى قانون حماية الأطباء اللي هو حقيقة كل شيء ما تنفذ من عنده، ولا فقرة تنفذت من عنده، ولا شفنا في يوم واحد اتحاسب قانون حماية الأطباء. أيضا ما نحتاج هذا القانون، القوانين العراقية اللي هي موجودة هي كافية في لو طبقت بحق المخالفين والمجرمين. يعني أنت تعتقد ضعف الدولة تمام هو سبب الاعتداء في نهاية المطاف؟ واحد من الأسباب. والجماعات المسلحة، كثرة السلاح في الشارع أيضا يمنح الآخرين شجاعة للاعتداء عليكم. تمام، اليوم القوات الأمنية والشرطة يخاف الشرطة، يعني يصير حادث قدام يقول لك مو مسؤوليتي. يعني هاي مشكلة، يعني هيبة الشارع لازم تكون موجودة. احنا ما نحسها موجودة حقيقة، ولذلك حتى الطبيب من يتهدد من يبتز ويهدد انه ما يبلغ القوات الامنيه وما يبلغ الامن ما يبلغ، لان يعني يخاف، ما عنده ثقه انه يبلغ انه يحموه، لان حتى القوات الامنيه في كثير من الاحيان هي مخترقه وممكن انه توصل المعلومه للخاطفين والمجرمين. طيب خلينا اروح فاصل حتى ارجع الدكتور جاسم ناخذ منه بعض الاحصائيات اللي يمتلكها. اعزائي المشاهدين فاصل واعود اليكم. مرحبا بكم مشاهدينا مرة أخرى. دكتور جاسم، لديكم إحصائيات عن عدد من قتل من الأطباء الجرحى الذين غادروا الذين ينوون الهجرة؟ أولا عزيزي نشكركم جزيل الشكر على هاي اللقاء، إن شاء الله يكون مفيد للجمهور، وأني سعيد جدا بلقاء زملائي الاثنين السيد المدير العام والسيد النقيب العام لأطباء العراق، وسعيد جدا أنه نلتقي وياكم ونتحدث بهذا الموضوع. أولا حقيقة نحب أنه نهني شعبنا بالانتصار الكبير في الموصل، وفي نفس الوقت نعزي نفسنا بفقداننا لعدد كبير من زملائنا، ولكن ما هو مفرح في الوقت الحاضر هو التمام الأطباء على نفسهم ووحدتهم الكبيرة، واللي جسدت اليوم بهذه الوقفة اللي نقدر نعتبرها بداية لعمل جديد للنقابة. بالنسبة للأطباء
أعداد كبيرة من الأطباء. إذا أريد نرجع إلى ما قبل 2003 فهو من عام 1980 الأطباء يتعرضون للتهميش والاختصاص والفصل، وأنا أتذكر أساتذتنا الكبار عام 1980 لما انفصلوا بالجملة وبدأت التعرض للأطباء والضرب في بعض الأحيان من قبل النظام السابق، وبدأت الهجرة من ذلك الزمن. وتزايدت الهجرة بعد 2003 بعد ظهور المشاكل والاعتداء على الأطباء، وحسب ما يقال ليس هنالك إحصائية كافية إنه تقريبا ما لا يقل عن ثلث عدد الأطباء في العراق هاجروا، وهنالك أعداد كبيرة وغفيرة من الأطباء في الدول الغربية وفي الخليج. بالنسبة إن الأسباب اللي أدت إلى هذا الموضوع تنقسم إلى خمس مجاميع أساسية. المجموعة الأولى هي المجتمع وتغير ثقافته وتغير تركيبته والسلاح المنفلت والجماعات المنفلتة والعصابات والمافيات، هاي كلها تندرج في جانب معين. الجانب الثاني هو ضعف القانون. القانون قد يكون في بعض الأحيان مجزي فيما إذا طبق، بس في بعض الأحيان الأخرى أيضا هو القانون به في النقص، وتطبيق القانون في صعوبة. هنالك محاولات جادة من عدد من القضاة بتطبيق القانون، بس هي المشكلة بعدم قدرتهم على تطبيقه لأسباب كثيرة. احنا اجتمعنا محكمة استئناف الكرخ، واجتمعنا بقيادة قوات بغداد، قائد قوات بغداد، واجتمعنا في عدد كبير من القضاة منهم قضاء التحقيق، وأعربوا عن صعوبة أو إمكانية التطبيق الصحيح لقانون الأطباء، قانون حماية الأطباء، ويعتقدون وهم يؤشرون إلى أنه الطبيب هو نفسه والمؤسسة الصحية نفسها هي ما تتابع القانون وما تحاول أنه تستمر بالمتابعة في سبيل تطبيقه. الأسباب الأخرى والمجموعة الثانية من الأسباب هو المواطن بالدستور تكفل الدولة حقه الصحي، يجي للدائرة الصحية ما يلقى حقه الصحي، مو لأن الدائرة الصحية هي مقصرة، وإنما هنالك قصور، قصور كبير، نفس المؤسسات الصحية، نفس الأسرة، نفس الظروف، أدوية ماكو، فالمؤسسة الصحية تبذل جهدها، بس هو المواطن ما راح يحصل كفاءته، يلقى طبيب قدامه لابس صدرية يعتقد أنه هو هذا الشخص اللي هو سبب هذا القصور، فإذا نقمته عليه، أو من يتوفى مريض في إحدى من الرتهات أو دور الإنعاش ما يلقى غير الأطباء والممرضين اللي هم انفعالات النفسية راح تكون مواجهة ضدهم بأي شكل من الأشكال. المجموعة الثالثة من الأسباب هي ضعف المؤسسة، المؤسسات الرسمية في حماية الأطباء سواء في داخل الدائرة أو بضعف النقابة. النقابة كانت في زمن النظام السابق هي تابعة للنظام وتابعة المكتب المهني. من عام 2013 من عام 2003 إلى عام 2016 إلى 2017 بالحقيقة ما كان هنالك أكو جهد نقابي. هسه بدأت تتبلور الثقافة النقابية وبدأت النقابة تحاول أن ترجع نفسها، ونتأمل الخير بأخواننا اللي هم هسه على رأس النقابة في بناء علاقات نقابية، وهذا اليوم اللي صار بالحقيقة أحد الأشياء اللي تنطينا انطباع جيد بهذا الموضوع. السبب الرابع واللي هو حقيقة مهم أيضا، هنالك بعض الشخصيات من الأطباء اللي هم يسيئون إلى المهنة، قد يكون يسيئون إلى الأخلاق المهنية ويسيئون إلى المريض. وهذا إذا إحنا نأخذ الأطباء كلهم كقطعة واحدة بيضاء، إذا صير بها أي أثر لأي لون آخر راح يكون مبين، لأن الأطباء هم أسرة واحدة، فمن يختل عمل طبيب واحد راح ينعكس على الأسرة الطبية كلها. بهذا الموضوع إحنا نلخص الأسباب، بس إحنا نريد نذكر جمهورنا وشعبنا من هو القائم بخدمة 35 مليون مواطن عراقي في مجال الصحة. هم هالكم طبيب اللي بقوا اللي حضرتك حكيت إحصائيتهم اللي ما يمثلون إلا ما لا يعني ما يزداد عن 10% من حاجة الشعب العراقي. العراق محتاج 35 ألف طبيب أسرة في سبيل أن يقدم خدمات صحية. الموجودين 500 طبيب فقط، يحتاج كذا من الأطباء المقيمين، يحتاج كذا من الأطباء الأخصائيين، بس المتوفر هو هذا، يحتاج كذا من الأسرة ومن المستشفيات بس هذا المتوفر. الطبيب ده يشتغل بكل طاقة. من الذي حمى وعالج وأوصل العلاج اللازم في جبهات القتال وأنقذ الآلاف من الجرحى؟ هو الطبيب العراقي.
طيب. من الذي يحمي عوائل عوائل المقاتلين اللي بالجبهة ويقدم لهم خدمات طبية وكل الأطباء وبأمر من نقيب أطباء بغداد اللي موجودين في بغداد إنه تقديم الخدمات الطبية طيب. للمهجرين. طيب دكتور خليني حقيقة ذكرت أنت ودكتور عبد الأمير ذكرتوا قضية ربما الآن أثارت انتباه المشاهد دكتور يعني دكتور عبد الأمير ودكتور جاسم ذكروا أنه يعني المريض يجي وبالغالب يعني اللي يروحون للمستشفى هم من اللي أوضاعهم الاقتصادية صعبة يعني وربما مشاكلكم بالغالب مع المناطق الشعبية يعني على ما نشوف من التقارير اللي توصلنا. طيب لما هذا يجي وما يلقي دواء مثلا اللي يقول أكو شحة بالدواء أحيانا شحة بردهات العمليات شحة بال فراح ينعكس رد فعل عليكم وبالتالي يعني أنتم مثل ما يقول مثل الشعب صايرين قولتشي تصدون منا وتصدون منا. هذه يعني ليش ما تحل هذه المشكلة أولا حتى نعبر للخطوة الثانية؟ حقيقة أنه الكفاءات العراقية الأطباء يعني يشار لهم بالبنان ومشهودة بس اللي يطلع لدول الجوار يلقاها متروسة عراقيين وحتى اللي يسوون العمليات للمريض اللي يطلع خارج العراق هو في الدول العربية على الأقل يسوون له أطباء عراقيين. احنا مشكلتنا مو بالكفاءات مشكلتنا فعلا بالمؤسسة نفسها. احنا الأدوية المتوفرة في أحسن الأحوال نسبة التجهيز مالتها 20% في أحسن الأحوال 20% في أحسن الأحوال وبعضها ما موجود ما متوفر. يعني مثلا أدوية التخدير المهمة الضرورية متوفرة بشكل قليل جدا بعض أنواع الأدوية التخدير ما موجود أصلا والبعض الآخر اللي موجود هو لا يفي بالغرض وكو مواد أدوية تدخل في العمليات هي مو من أدوية التخدير مثل الأتروبين هذا بعض الأحيان يفقد نهائيا وبعض الأحيان يكون شحيح. أما يعني هذه ما تؤدي إلى مضاعفات للمريض ها شلون بيش تخدرونه هذا؟ إحنا كثير من العمليات ما نسويها مثل ما يقولون العمليات العارضة اللي ممكن تأجيلها نأجلها فهذا خطايا المريض لو يروح يسويها في مستشفى أهلي أو يطلع خارج العراق يسويها أو ينتظر سرعة. العمليات الطارئة وعمليات الولادة أيضا هي من العمليات الطارئة وباقي أغلب العمليات تؤجل ونطي سرة فهذا من يشوف يعني سرة بعد كم شهر يروح يشوف لحل خارج العراق أو في مستشفى أهلي أو حتى في بعض الأحيان يفقد حياته. الأجهزة اللي موجودة عندنا أغلبها قديم أو الجهاز مثل أجهزة المختبرات المواد مالتها ما موجودة. أما البناية شايفها أنت يعني بنايات متهالكة جدا. تفضل دكتور عبد الأمير قال إنه مستشفيات آخر مستشفى بنى بالعراق 1986 وهذه المعروف المستشفيات العشرة ذات 400 سرير كل مرة يقولون هذه السنة تنفتح ولا راح تنفتح أغلبها طبعا جزء بعد 5-6 سنين الأغلبية ما راح ينفتحن وربما مستشفيات اثنين في الحلة والنجف قد تفتح لكن الأغلبية ما راح تفتح. فهذا الوضع فعلا يعني يؤدي الى استياء داخل الاوساط ووصلت في بعض الاحيان حتى يخلون عبوة للمستشفى نفسه او يقومون بحرق جزء من عنده وهذه صارت في مستشفى الشعلة مثلا استهدفوا بعبوة في مستشفى اليرموك قاموا بالحريق المفتعل. فمثل ما تفضلت انه فعلا يعني التخصيصات المالية طبعا ماكو يعني انتم فدائيين بين الحكومة وبين يعني تدري انه دارة صحة الكرخ هي طبعا الاكبر في العراق حتى اكبر من دارة صحة الرصافة بعدد المنتسبين رواتبنا 26 مليار وزارة المالية تعطينا الرواتب فقط من التمويل الصحي اللي هذا ناخذه من المراجعين هذا تقريبا من مليار الى مليار و200 مليون شهريا. الغسيل الكلوي وحدة في صحة الكرخ يكلفنا 850 مليون بس الغسيل الكلوي بقت بال 300 مليون هاي وين وديها؟ الإعاشة لكل مستشفى من 50 إلى 60 مليون بالمستشفى الواحد خاصة المستشفيات الكبيرة. التنظيف كذلك بال 8 مليون يكلف للمستشفى الواحد في المستشفيات الكبيرة. الأكسجين المواد تدري الشراتشف الديسبوزب والاستعمال الواحد في مستشفى الطفل المركز تكلف بحدود 900 ألف يوميا يعني بحدود 27 مليون شهريا وهو إيرادات المستشفى 25 مليون.
كثير من المواد نحتاجها وهي ما متوفرة. لو تروح إلى طوارئ مستشفى الطفل المركزي اللي هو من أكبر إذا ما كان هو أكبر مستشفى للأطفال بالعراق، وفي كثير من جرحة الأطفال مثلا موجودة به، تشوف بالطوارئ عدد كبير من الأسرة لكنه على السرير دوشق الإسفنج فقط ومملوء بالدماء المتراكمة عليه، وهذا ماكو بدون تشرشف. أما المريض يجيب تشرشف وياه، وتدري إذا واحد عنده حالة طارئة يجيبها للطوارئ وما يروح يجيب تشرشف والبطانية، وإلا يكون الطفل مالته على هذا الدوشق المملوء دماء قديمة، وهذا الموجود عندنا. يفترض على الأقل أن الحكومة أو وزارة المالية على الأقل أنه ما يعاملون دوائر الصحة مثل ما يعاملون الدوائر الأخرى، وإن كان هي كلها مهمة. يعني هسه أنتوا بحكم المستشفى بحكم المغلق، بس أنتوا ويش تسوون لوجه الله؟ والله إحنا دائما نقول يعني فندق درجة عاشرة بقدرة الله سبحانه وتعالى. بالتعبير الدارج يقولون بالقدرة ماشي، وإلا يعني تدري إحنا بس لوزارة الكهرباء مطلوبين 30 مليار، والوزارة يومي مهددين راح نقطع الكهرباء عليكم، وفعلا يعني في بعض المستشفيات مثل المحمودية انقطعت الكهرباء يوم كامل. عندي بعض المراكز الصحية مقطوع عليها الكهرباء، إعدادية التمريض انقطعت عليها الكهرباء. كم مركز صحي تابع لك؟ بحدود 100 مركز. كلهن يعانون من هاي الشغلة الأدوية، كل المستشفيات والمراكز الصحية، مراكز تخصص الأسنان هذه كلها تعاني من هاي المشكلة. مواد الأسنان أغلبها نشتريها من برا، رغم أنه قلة الفلوس اللي عندنا، لكن بين فترة وفترة لم هم تدفعوا من رواتبكم شيء؟ للأمانة بعض الأطباء شفت أنا مثلا في مستشفى مدينة الإمام الكاظمين لملموا بيناتهم فلوس واشتروا مواد تخدير، وكثير من شفت الطبيبات مثلا خاصة الطبيبات المتدربات بالأسنان يشترن بعض المواد من برا حتى خطيها، تريد تتعلم، لأن إذا ما تعلمت وراح تصير ممارسة أو تروح اختصاص وهي ما متدربة بالشكل الصحيح، هذا خطيها تطلع كل شيء ما تعرف. فشفتهن هن وأطباء أيضا متدربين يشترون المواد من برا حتى خطيها حتى يتعلمون. جدا بعد شنو البقى بس اللافتة مكتوب عليها مستشفى؟ يعني هو لو طلعت عليهم لو لقيت من فرارة، عندنا كثير من الهموم وكثير من الأسرار ما حد يعرف بها، يعني بس احنا نعرف بها، ومعاناتنا كبيرة جدا جدا. هسه دكتور عبد الامير يحكي لنا بعد اسرار اخرى، لان انت هسه قهرتنا يعني. لا تريد احكي لك بعد تقوم تلطم مو بس والله يا ريت حتى يطلع المواطن، حتى لا تحولون انتوا الى هدف يعني بالاخير، وهذه مسؤوليه الدوله. اعزائي المشاهدين موجز اخبار واعود اليكم. دائما اكو فد شيء يضغط علينا، سواء انه تكون اكو جماعات مسلحه، سواء انه اكو ناس تفوت للطوارئ او للردهات تسبب مشاكل تمنعنا انه نمارس الواجب مالتنا. بالرغم من كل هذا احنا دائما نحاول انه نتقبل الناس، ودائما يعني نحاول انه نمتص المشاكل مالتهم، لان نعرف انه هم يعني هم عندهم مريض وهم يعني نحاول انه نتقبل وضعهم، بس ما نقدر نشتغل تحت ضغط بشكل مستمر. أصبح موضوع الاعتداء على الأطباء وجرائم القتل الأخيرة اللي حدثت في الفترة الأخيرة، يعني كثرت هواي بهاي الفترة الأخيرة، وواحد يحس كأنه هذا الشيء ممنهج لإفراغ البلد من الخبرات الطبية والخبرات الأمنية، مو بس حقيقة على الأطباء، الأطباء والكوادر الطبية الأخرى، يعني صيادلة، أطباء أسنان، كل الاختصاصات الطبية الأخرى. حقيقة هو قبل فترة صدر بالبرلمان الصور قانون حماية الأطباء، بس هذا الشكل كانوا مجرته فعله يعني بشكل حقيقة نطالب بأنه يكون عدد أشخاص الأمن أو عدد رجال الشرطة الموجودين أكثر ولهم دور فاعل. يعني تقريبا إحنا كل أسبوع نتعرض إلى اعتداء، والاعتداءات توصل إلى ضرب، سواء كان يعني للنساء طبيبات بنات أو يعني أطباء أولاد، يعني ضرب مبرح لأنه بسبب نقص الخدمات أصلاً اللي موجودة، أو يعني مثلاً مريضهم توفى ومثلاً كان خارج إمكانيات يعني الطب المعالجة الطبية، فيجون يعتدون على الأطباء ويكسرون ردهات الطوارئ عليهم. قبل فترة تكسرت حتى أجهزة السونار. كل فترة تصير يعني اعتداءات على المستشفى، أنا من الناس اللي تعرضت لاعتداء هنا بالطوارئ، ويعني تقريباً يومياً إحنا عندنا حالة أو حالتين. بالأخير الموضوع صار شبه عادي، قبنا ما نهتم، يعني اللي يجي يتجاوز علينا نغلس ما نحكي وياه، اكو ناس تضرب اطباء وما يحكون، يعني ملينا. تعرفين شلون انا من الناس هسه هم انا بدت فكره انه اطلع برا،
لأن هواي الحياة أحسن يعني هناك، على الأقل الاحترام أنا عندي أهم من راتب، أهم من هذه. وقت الأطباء اللي تصير عليها الاعتداءات هو دول المقيمين، إحنا يعني إحنا اللي لا عندنا عيادات ولا يعني دوامنا مريح 24 ساعة إحنا بالمستشفى. العالم ما تقدر هذا الشيء بسبب ظروف يعني خارجة عن إدارة يعني عن قدراتنا. إحنا لا إحنا مسؤولين عن توفير أدوية ولا إحنا مسؤولين عن توفير مكان بالمستشفى. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتورة، يعني أول شيء إيش قد إحنا نحتاج مستشفيات على عدد السكان، يعني بناء على النمو السكاني المتسارع اللي يصير عندنا. اثنين، اللي قاله الدكتور قبل قليل، يعني يقول أنا شنو اللي جابرني، أنا راتبي قليل وأنا أشابع هذه الإهانات في ظل عدم توفير مستلزمات من قبل الحكومة. شكرا أستاذ فلاح. أنا بداية طبعا أشكر دكتور جاسب لأنه طرح حقيقة كثير من المواضيع اللي هي نعيشها يوميا، وأشكر على صراحته. أنا كثير أنا أنتظر صراحتك يعني كثير من الأطباء المقيمين صريح وجازف كثير من الأطباء المقيمين، يمكن حتى دكتور جاسب أنا بتصل بأكثر من مرة، إحنا كنقابة أطباء اتصلنا بحضرته، لأنه أطباء مقيمين 3 أشهر وأربعة أشهر ما يسلمون راتب، سواء في بغداد او في محافظات، في العماره، في الديوانيه، في النجف، اشهر مستلم راتب طبعا فوقها، ومطلوب من عنده يبقى بالمستشفى و 24 ساعه وواجبات متكرره، للصبح يقعد بالطوارئ، لا اكل زين، يعني ظروف معيشه احيانا في المحافظات. طبعا عمليه نقل الصلاحيات في بعض المحافظات في بغداد جيده، يعني اعرف يعني مجلس محافظه ودكتور رياض العضاض مشكور، يعني تواصل جيد مع النقابه ومع الاطباء، ولكن حقيقه في المحافظات اثرت كثيرا على دوائر صحه، وكان لها تاثير سلبي على حياه الاطباء، وايضا يعني احيانا التهديد يجي من مجالس المحافظات ومجالس الاقضيه والنواحي للاطباء، يعني المجلس نفسه الحكومه المحليه نفسها تهدد الاطباء. تمام. على شنو يهدد؟ حدثت قبل فتره في مستشفى علي الغربي احد يعني الاعضاء بمجلس القضاء هددوا الأطباء وهددوهم بالخطف والقتل، والأطباء أخصائيين يمكن 8 تركوا القضاء الفجر، يعني خوفاً من التهديد. ولحد هسه المحافظة يعني قالوا جوي قالوا انقلونا وين ما تريدون للفاو، بس طلعونا لأننا نقتل. لحد هسه معالي الوزيرة صدرت لهم كتاب انفكاك من النقل للناصرية وللسماوة، هم طبعاً بيتهم في بغداد، والحد هسه المحافظه لنطتهم انفكاك وصدرت لهم كتاب استقاله بالرغم من كتاب الوزيره انه النقل مالته. فالحقيقه مشاكل كثيره. قولي على مستوى برلمانيين، على مستوى وزراء ايضا يتعرضون للاطباء بحسب معلوماتك؟ والله ما مجدت شكوى عندي، بس ممكن تصير، يعني اعضاء مجالس محافظات ممكن يدخلون بالمحافظات، خصوصا يدخلون في عمل الاطباء، يعني العمل الفني. يعني أنا على علمي كثير من الأطباء، يعني بالعمل الفني، يعني يعلمه شلون يضرب إبرة، يعلمه شلون تمام يستخدم المشرط يدخلون مثلا، يدخلون بتفاصيل كثيرة، يعني هذا الطبيب نقلوه منا لهنا، هذا يجيبوه هنا، يعني هيك تفاصيل يعني يدخلون. فهذا حقيقة يعني أثر تأثير سلبي، وأيضا يعني كثير من الأطباء أسفوا عن العمل، يعني تركوا العمل، طلعوا تقاعد، قسم طلبوا تقاعد، طلعوا تقاعد، قاعدوا بعياداتهم، طبعا هاي خسارة بالتأكيد هي. أثني على دكتور كلام دكتور جاسب، احنا اني على علم بزملاء كثير، يعني هسه المواطن يمكن مستحيل يصدق انه الطبيب يدفع من جيبه حتى يشتري اشياء بسيطه للمستشفى يمشي بها، ما اقول لك يشتري اجهزه او شيء، بس كثير من الاشياء الصغيره اللي هي ممكن توقف في العمل واللي هي غير متوفره للاطباء، احنا ندفع اني واحد من الناس كل احنا ندفع من راتبنا حتى نوفر هالاشياء هذه. طبيب مقيم احيانا تلقي ضام له خيطين بجيبه، لانه احيانا تجي حاله حرجه ويحيل ويا المريض ينبسط اذا ما عنده فحتى يستعملها. انا حقيقه مو يعني اللوم هو مو راس وزاره الصحه، هي انا باللجان الاستشاريه واللجان الاستيراديه في وزاره الصحه نعمل كثيرا، كثير من العقود تنجز وترسل الى الماليه بس ماكو تخصيصات، يعني تبقى وتعاد مره ثانيه لان الاسعار تختلف. يعني هسه انت هسه على هذه الفتره طيب. الفترات اللي قبلها انت كونك نقيب، الفترات اللي قبلها وانت بداخل الوسط هم كانت نفس المشكلة، كانت اكو ميزانيات انفجارية، كان صار يعني تقريبا 5 أشهر يعني نقيب، قبلها ما كنت نقيب، كانت ميزانيات انفجارية، بس حقيقة ايضا كانت تبذير بها
كبير وسوء إدارة كان تجي أدوية فاسدة أيضا وما استفاد. أدوية طبعا تجي كميات أحيانا أنت محتاج دواء معين تجيك كمية من الأدوية أنت ما محتاجها تجيك قريبة انتهاء المفعول مثلا وتجبر أنه تسلمها. ليش هاي يجيبوها هيك؟ أنا ما أعرف الأسباب. أنا أحكي لك سالفة. أنا بالخمسة وتسعين كنت مدير مركز صحي في بالديوانية في ناحية السبيار وصارت حملة مع اللقاحات نساء حوامل في ذاك الوقت. طبعا حملة أنت عندك عدد سكان بالناحية وعندك مفروض عدد معين من النساء في سن الإنجاب هاي النسبة للعدد السكان ومفروض إيش قد تحقق من أدها نسبة هدف لقاحات. فاحنا بوقتها طلعنا على المنطقة لقاحات طلعنا فرق لقاحات فنساء كان ذاك الوقت يخافون يقولون هاللقاح صدام خلينا بيفشي بيلقحون فانت اخو ما عندك شرطة تلزم المرأة تلقحها فسجلنا الأعداد بالنسبة لي سجلت الأعداد الحقيقية. فمن جينا وراء الحملة يعرف دكتور جاسم دكتور جاسم صير وراها اجتماع بالمحافظة وكل مدراء القطاعات ومدراء المراكز الصحية يجتمعون وتشوف النسب مال. فأنا طلعت أقل نسبة من اللقاحات لأن كلهم طلع 95 و90 أنا يمكن مطلع جنة 60 فشي يجي. فصار الحكي علي كله. أنا قلت له بوقتها للمدير العام قلت له حلفهم كلهم إذا الأرقام مالتهم صحيحة لأنه الأرقام مو صحيحة حلفهم. قال لي لا روح حسن الحملة مالتك لك يومين وتعال. فأنا رحت حقيقة ذاك الوقت كان حصار وظروف سيئة كل باكيت كارتونة سرنجات طيتها الممرض الممرضي واللقاحات كسرناها وذبيناها بالزبل وقعدنا بالمركز الصحي سجلنا أرقام سويت النسبة 95% ورحت ثاني يوم ورا اليومين من الخلصة رحت على مدير الوقاية قال لك عاشت يدك قلت له ترى قال لي إيه دكتور هسه هذا الشغل قلت له ترى أني هيش سويت قال لي دكتور هسه هذا كل زين فالحقيقة هو هذه احنا المسؤولين مالتها بالدولة ما يقبل تقول أصحاب الأمراض المزمنة شلون وضعهم بهذا الوضع والله أبو السكر ما عندي علم هاي عيادات الشعبية يعرف بها دكتور شاسم يمكن يعطيك معلومات عليها أحسن من عندي مدى توفر الأدوية بهاي الأماكن بس حقيقة هي قلة تجهيزات مالية الدولة مدى تنظر أنه هذه صحة المواطن ولازم أكو تخصصات لازم حد يعني حد أدنى على الأقل مقبول يعني يعني مثلا أنت بالمستشفى تحدد بعمليات يعني أنت عندك قائمة عندك 10 مرضى يراد لهم عمليات موعدهم هاليوم مثلا وانت يقول لك اليوم تشتغل لك عمليتين او 3 عمليات تحديد يعني بالعمليات فطبعا المريض راح يجي راح تقول له اليوم اوف النقبه مالت المريض كلها راح تصير على الطبيب ما تصير انه براس الدائره فهي مشكله يعني. طيب دكتور الحاجه للمستشفيات حقيقه من بنت تفضل دكتور جاسم من بنت مستشفيات بعد 2003 احنا ما عندنا في الحاجه الفعليه ايش قد ما عندنا تعداد سكاني هسه ايش قد عدد سكان العراق يعني احنا نقول كنا 20 هسه صرنا 38 باليابان 13 سرير للألف مواطن احنا بالعراق يمكن 1.8 او 1.5 بالنسبه للمواطن عدد الاسره فقيس ايش قد الفرق كبير نحتاج اسره كبيره وايضا حتى المؤسسات الموجوده هي مو بالمستوى المطلوب يعني اكو مشكله عندنا بالنظام الصحي بالعراق يعني لازم تعالج. طيب وقت عندي دقيقه ونص دكتور جاسم وحتى اعود لك مره ثانيه حتى لا تتخيل انه لان انت بغير استوديو اعطيناك دقيقه ونص بس لك مره ثانيه اذا عندك تعليق على اللي ذكروه الاساتذه اللي تفضلوا به حقيقه هي معاناه كبيره يتحملها المواطن. المواطن لما يتحمل هيك معاناة بالحقيقة ما يعرف ياخذ حقه أو يحاول أن يواجه المعاناة اللي يعانيها بشكل دستوري ما يروح يبحث عن السبب ويعالجه ويواجه الإدارة ويواجه الحكومة يجي يشمر كل غضبه على الطبيب وعلى الشخص اللي موجود يمه وهاي مشكلة كبيرة إنه شعبنا لابد أن يتعلم ثقافة البحث عن الحقوق وكيفية استردادها. بالنسبة للأسباب حقيقة أكو سببين آخرين للاعتداء على الأطباء أنا حبيت أن أشير لهم. السبب الآخر والمهم جدا هو أكو هنالك حملة منظمة مثل ما تفضل أحد الأخوان وقال أنه إفراغ البلد من علماء العلماء الكيمياويين الفيزياويين إلى آخره لو يشتغلون بالجامعة لو انتهوا من الشارع لأن لا أكو صناعات ولا شيء بقوا بس العلماء من الأطباء وهنالك عمل ممنهج لإفراغه. السبب سبب كيف هم يفرغوا من خلال
التشويهات الإعلامية ومن خلال الكلام اللي يصير، بالإضافة إلى توجيه مجموعة من العصابات وقسم من العصابات منظمة. الهدف من عندها ليش يفرغون الشعب من كوادر طبية؟ لأن الطبيب هو من أقدر الشخصيات أو الموارد البشرية اللي موجودة، وهم الوحيدين اللي بقوا صامدين، وهم اللي يخدمون صحة المجتمع. إذن عملية تفريغ المجتمع من الأطباء راح تؤدي إلى انهيار في القوى البشرية العراقية، سواء من خلال قلة العلماء أو من خلال عدم تقديم الخدمة اللازمة. المجموعة الثانية من الأسباب بالحقيقة وهي نعانيها ونوجه لك إياهم. طب طنيها وراء الفاصل هاي المجموعة الثانية دكتور جاسم، أعود لك. أعزائي المشاهدين فاصل أخير وأعود إليكم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم المخصص للحديث عن الاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء في العراق. دكتور جاسم، قلت لي أكو سبب ثاني. السبب الثاني هو يخصكم حقيقة أستاذ فلاح. هو يمنى صارت. أي والله، الإعلام ودوره الكبير في هذه المشكلة. إحنا في كل مكان أكو إعلام رياضي وأكو إعلام كذا وأكو إعلام، بس موضوع إعلام صحي ماكو. أكو ارتجال من بعض الأخوان بالحقيقة يسبب مشاكل كبيرة للمؤسسات الصحية. وأجيب أحد الأمثلة، حصل في مستشفى الأمل للسرطان أنه إحدى القنوات الفضائية عدد الأطباء اللي موجودين بالمستشفى قليلين، عدد الأسرة قليلين، الكراسي الموجودة قليلة، 200 مريض يوميا يجون يأخذون كيمياوي، لذلك يقعدون على الكراسي ويتمددون يشاركون بأكثر من سرير. هاي هي الإمكانيات الموجودة. أحد القنوات الفضائية تدعي أنه عمل الكيمياوي اللي يأخذ المريض راح يؤدي إلى إشعاعات ويؤدي إلى مشاكل الآخرين، إذا لازم يبقى بالمستشفى، وحصل وياهم لقاء بهذا الموضوع، خلق مشكلة كبيرة للمنتسبين والمستشفى، لأن الناس قاموا ما يجيبون مرضاهم، يخافون من الإشعاع اللي راح ينتقل إلهم. فإحنا هاي المشاكل الحقيقة يحتاج أنه نقابة الصحفيين وحضرتكم أنه يصير هناك هيئة استشارية من الإعلام الصحي تنطي المشورة، ومو في شيء صعب أنه يصير تليفون ويا أي شخص. يابا هاي الحقيقة هذا الموضوع اللي راح نطرحه صحيح لو مو صحيح. إحنا الدفاع عن الطبيب هو دفاع عن المواطن العراقي ودفاع عن الكادر العراقي. إحنا لما نريد نحمي الأطباء اللي هم ذولا اللي باقين كم واحد اللي يمثلون 10-20% من الحاجة، إحنا حقيقة نريد نوفر الغطاء الصحي للطبيب للمرضى بشكل عام، وفي نفس الوقت أنهم نموذج للكادر. لهذا أنه صارت بالحقيقة تحرك كبير بإصدار قانون حماية الأطباء، وكان هنالك فكرة أنه يتطور وأكو تعديل إلى أنه يتحول إلى قانون حماية ذوي المهن الطبية، بل ذوي المهن الطبية والصحية. يعني دكتور، هذا الموضوع حقيقة يعني هو انطرح للتداول، يعني أنا قرأت بعض الفقرات به، ولكن يعني الطبيب قانون والمهندس قانون والمعلم قانون، وبالتالي يعني هذا أبو تشمبر هم من حق الدولة، من حق على الدولة أن تحميه، والطالب أيضا لازم إلى قانون. يعني أنا راح أسألك سؤال، الآن المراجع اللي نفسه اللي ضرب طبيب في مدينة الطب، لما يروح يراجع مستشفى في أربيل، هسه ما أقدر أروح الدولة أني، نفسه هذا يروح إلى مستشفى في أربيل ويتعرض والده أو أحد أفراد أسرته إلى نفس المشكلة، يسوي نفس اللي سواه بمدينة الطب؟ لا طبعا أكيد ما يسوي. ليش ما يسوي؟ أولا هناك راح تكون ثقافة المجتمع تفرق عن هنا، أنا راح يضطر أن يتماشى مع المجتمع، وفي نفس الوقت أكو قانون، وقانون شديد، وقانون حماية الأطباء من القوانين الجيدة جدا، حتى التهديد يعني العشائري. هو أكو قانون حماية أطباء بكردستان، يعني مثلا في لندن، في الأردن، في لو هو قانون حماية مواطن، معناها يعني أنت تريد تقول لي أن الوجود شكل الحكومة في هذه المنطقة في إقليم كردستان هو أقوى من شكل الحكومة في بغداد وفي باقي المحافظات، صح؟ احنا قلنا احد الاسباب الاساسيه هي ضعف الاداء الحكومي، هاي حكيناها بالبدايه، وضعف الحمايه سواء بالمؤسسات او بالشارع، وفي نفس الوقت انه المواطن يريد حقه وما يلقاه. يعني الطبيب لما
مثلا بقانون حمايه الطبيب من حقه ياخذ مسدس، يعني مثلا اذا اجوا هجموا عليه الطبيب يشيل مسدسه يقوم يضرب باللي هاجم عليه مثلا. هاي الفقره هي مو صحيحه لان ما تفيد، لان من يطلع مسدسه معناه قتل نفسه، لان اللي جاي مقابله هي عباره عن اسلحه اخرى وقد تكون حتى متوسطه. زين، من الفقرات انه لازم احنا نستجلب الطاقات الطبيه، انت شلون تجيبها ببيئه طارده للاطباء؟ حاولنا انه نعدل القانون بفقرات اخرى وجلسه لجنه كبيره احنا كنا احد اعضائها، بس طبعا قله التفاهم للاخرين هوايه امور بقت كما هي وما صار تطوير القانون، بس اضافه بعض الفقرات. بس موضوع العشائر مثلا بجراه كبيره انه الماده 5 تقول انه اي تهديد عشائري يعتبر، هذا يعتبر تهديد ضمن القانون ونطوه. بس من اللي ينفذ؟ دكتور انت قبل شوية باثناء الحديث انت ودكتور عبد الامير ذكرتوا انه اذا ما تجي قوة مسلحة وسيارته ما بها رقم وناس واقفة فوق ولابسة شاميغ ويفوت من الشرطة يقدر يقول لا تضرب المستشفى مثلا؟ لا، احنا هذا بهيك طريقة ما راح نقدر، بس اكو مجلس القضاء الاعلى عين قاضي خاص لشكاوى الأطباء وشكاوى المؤسسات الصحية. من اللي ينفذ دكتور؟ هذا هو القاضي الخاص ومتخصص من القضاة. من يقدر ينفذ؟ الجهة التنفيذية شلون تقدر تنفذ؟ لا، في ظل هذه الفوضى بالسلاح. الجهة التنفيذية ضعيفة أمام الفصائل الأخرى اللي إحنا نعرفها، بس هذا الرجل القاضي من حقه أن يصدر قرار على حتى الوزير وأعلم للوزير، وهو عند قدرة على إصدار هذا القرار. والحق العام ما بيتنازل حضرتك تدري، فعلى المؤسسة الصحية والنقابة أن تتمسك بالحق العام، وهذا هو المطلوب. بقت عندنا 5 دقائق. دكتور شاسب، سألت أنا على أصحاب الأمراض المزمنة، يعني دولة ما بيها مجال، لازم يأخذ دواء قلب، لازم يأخذ دواء، هذه أيضا ما متوفرة؟ يعني دكتور عبد الامير السيد النقيب قال انه هذا على العيادات الشعبيه، ما عندي علم يعني هسه، بس لكن هي حاله حال باقي الادويه، لانه الشحه هي في جميع الادويه. يعني قلت قبل شويه حتى الادويه اللي تم تجهيزها للمؤسسات الصحيه هي مو تجهيز مو 100% ايضا بها طيب شحه. طيب دكتور، اريد اسالك، الحرائق اللي تصير بعض المخازن كانت يوميا محترق مخزن مال، هذه مسيسه القصه لو بعضها؟ يعني قبل ايام احترق بورد كهرباء عندنا في احد المستشفيات، محوله ايضا ما تحملت وايضا انفجرت. هذه تصير، لكنه في بعض الحرائق لا مفتعله. حريق اليرموك اللي صار اثبتت الادله والوقائع والادله الجنائيه انه هو حريق مفتعل. ليش؟ هو هنا يعني هو اول مره لازم يعني يلزمون الجنات حتى يعرفون انه ليش احترق. بعض الاحيان يعني بينك وبين نفسك شو تقول؟ والله ما اعرف، يعني قد تكون جهات يعني سياسيه او حزبيه او حتى ارهابيه، هو بغض النظر عن كون انه منه الجهه او قد يكون حادث جنائي، لكنه يعني بتعبير الارهاب هو حادث ارهابي. حتى لو كان شخص معين يعني ما ينتمي الى اي جهه معينه او ما مسيس، يكون حادث ارهابي بكل مقاييس الارهاب. بس اريد اقول على قضيه القانون. قبل شوي قلت كلام لطيف جدا، احنا نحتاج قانون اسمه قانون حمايه الاطباء، والباقي هم المهندسين يطالبون بقانون والاخرين، وحقيقه احنا ما نحتاج قانون، وهذا اصلا شيء زايد. لانه تفضلت انت انه المواطن العراقي هو يفترض انه يكون محمي، والطبيب هو ايضا من المواطنين العراقيين، وحتى موجوده في السابق انه اللي اعتدى على الموظف اثناء الخدمه يحاسب. اللي يعتدى على مواطن من ايام حمورابي، اللي يعتدى شخص يعتدى على شخص اخر ياخذ جزاء العادل. احنا ما نحتاج سن قوانين، وهسه هذا من 2013 لحد الان، شنو اللي صار؟ صار عندنا فد، احنا هسه حتى مرات يعني دخنا يعني لكثرة القوانين واللي هي ما يعني اغلبها ما بها فائدة. لو يفعل او لو العشائر تاخذ دورها بالشكل الصحيح، لا والله ما يصير اي اعتداء، عدا الاعتداءات اللي تصير ممنهجة ومنظمة، لكن هذه الجنائية ما تصير لو كان العشائر تاخذ دورها بشكل صحيح. لانه اذا شخص هدد طبيب عشيرته توقف وياه، وحتى اذا اعتدى على الطبيب عشيرته توقف وياه، والعشائر الاخرى
يجون ويا العشيرة. يعني انت هسه تقول لي ماكو دولة في شحالها؟ لا هسه انت ليش تورطنا وتقول ماكو دولة؟ اكو دولة لكنه اكو ضعف. وانت اذا تخليني الجأ للهويات الفرعية ماكو ضعف اداء في بعض الجوانب. انه اولا الاستخبارات وين؟ الشخص لما يعني انا مثل قلت لك قبل شوية انه حتى دا سطوا مسلح على بيتي اغلبهم طلعوا عدم كفاية ادلة مع اللي هم احترفوا والتصوير موجود فيديو لا زال موجود عندي والتشخيص ايضا شخصناه ما باقوا هو بس طلع وش خلوا ما باقوا رعبوا العائله وباقوا شكو موجود بالبيت لكنه طلعوا لعدم كفايه الادله وهذا من يطلع حاقد بعد الحزب ذولا لا الامانه ما تابعين الحزب بس طيب بقت عندي دقيقتين بس انا اقول انه دور العشائر اللي يحتدي او مجرد يهدد العشيره مالته تتخلى عنه بالعرف العشاري تكسر العشيره يتركوه واذا قدروا يسلموه للجهات الامنيه حتى القانون ياخذ دوره واللي يحس انه ظلم او صار عليه تجاوز من اي موظف طبيب غيره يلجا الى الاجراءات القانونيه واحنا طبعا كثير من التحقيقات قصرنا بها بعض الاطباء وكانت التوصيات اعطاء الحق للمشتكي وإحالة الطبيب إلى الجهات المختصة أو بقت عندنا دقيقة الدكتور عبد الأمير إذا عندك تعليق بس سؤال أريد بس جواب سريع عليه تسعيرة الأطباء تخضع لشنو الخارجيين يعني مسعرة من قبل نقابة الأطباء في مؤتمر عام 2011 يعني خاضع على الرقابة أيضا طبعا بس عندك تعليق تحدث تجاوزات تمام أنا بالنسبة لقانون حماية الأطباء أعتقد هو من الدولة تنهيش قوانين خاصة بحماية شرائح معينة أعتقد هو يعبر عن فشل الدولة في تنفيذ التزاماتها وواجباتها تجاه المواطنين بالحماية يعني قانون وأيضا هذا القانون هو صدر حقيقة يعني ذكرت أنه مطبق يخرق من قبل القضاة نفسهم شلون يعني أحد فقرات تقول ما يصير إلقاء القبض على طبيب ويداعى السجن إلا بعد قرار فني من لجنة فنية طبية تقصر يعني كان يكون تقرير تبعثي أو وهذا طبعا ما يحدث أيضا قبل قضاة نفسهم يلتزمون به وأيضا طيب. موضوع العشائر يعني أكرر أنه العشائر أنصر أخاك ظالما أو مظلوما 30 ثانية دكتور جاسم حبيبي بالنسبة للقانون هذا قانون قد يكون مؤقت هو أنا أعتقد قانون ضروري جدا والقضاة بحقيقة متفهمين قسم من عندهم وقسم ما ماصلهم أي تبليغ من القضاء الأعلى احنا نتمنى من خلال نشاط اخواننا بالنقابة والوزارة ان يقومون بعملهم في سبيل ايصال شكرا دكتور جاسم شكرا دكتور جاسم وشكرا دكتور عبد الأمير الصحة والسلامة لكم اعزائنا المشاهدين والأمان وايضا الصحة لجميع الأطباء ونتمنى أن يحصل العراقيون على ما يستحقون وأن يستتب الأمن والسلام في هذا البلد ألتقيكم في حلقات مقبلة لا تنسوا البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة نهرين @الحرة.com وأنا فلاح الذهبي أحييكم على أمل لقائكم